أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة من هذه التغطية الخاصة على الاستفتاء على الدستور في الجزائر مع تفشي جديد لفيروس كورونا، موجة ثانية كما يتم الحديث عنها، وفيروس كورونا الذي وصل إلى الرئاسة الجزائرية. واليوم تؤكد الرئاسة الجزائرية بعد كثير من التخبط بأن تبون نقل إلى مستشفى العين نعجة العسكري بعد كثير من الشائعات. إذن وسط ما يبدو تفشي جديد لفيروس كورونا، الرئاسة الجزائرية تعلن نقل الرئيس عبد المجيد تبون إلى مستشفى عين نعجة العسكري. تؤكد الرئاسة بأن حالته مستقرة، يأتي هذا بعد أيام من الشائعات عن الوضع الصحي لتبون بعد أن أعلن عن خضوعه لحجر صحي لمدة 5 أيام. كثير من الشائعات حول هذا الموضوع وكثير من التضارب. وكالة الأنباء الجزائرية نقلت بداية عن رئاسة الحكومة خبر نقل تبون لمستشفى عين نعجة العسكري، ثم عادت وسحبت الخبر وصححته لتقول أن الرئاسة هي التي قالت بأنه تم نقل تبون لمستشفى عين نعجة العسكري. الكثير من التساؤلات والكثير من الشائعات حول هذا الموضوع، حول الوضع الصحي الحقيقي لتبون وسط حملة حشد لأجل التعديل الدستوري، فيما جدل كبير ومخاوف من تفشي جديد لفيروس كورونا، والحديث حتى عن موجة ثانية في الجزائر كما هو الحال في الكثير من مناطق العالم.
معنا في فقرة اليوم عبر خدمة سكايب من وهران قاسم سعيد الناشط في الحراك، ومن الجزائر سعد بوعقبة الكاتب الصحفي. أستاذ سعد بوعقبة، ما قراءتك لهذا الخبر من الرئاسة الجزائرية شكلا ومضمونا؟ الكثير من التخبط. وكالة الأنباء الجزائرية بداية قالت أن مصدر الخبر هي رئاسة الحكومة، عادت وسحبت الخبر وقالت أنها الرئاسة، وتبون في مستشفى عين نعجة العسكري بعد كثير من الشائعات هذه الأيام، وتقول بأنه نقل بعد نصيحة أطبائه وأن وضعه مستقر ولا يدعو للقلق. والله شيء مضحك أن رئاسة الجمهورية ما هيش قادرة تسير حتى خبر تاع وكالة الأنباء الجزائرية، فكيفاش راهم يسيروا مرض الرئيس؟ يعني بنفس الطريقة اللي يسيروا بها، ما كانوا يسيروا بها مرض الشاذلي ومرض بوتفليقة، نفس الممارسات يعني. وفي النهاية سحبوا، داروا سحبوا البرقية تاع وكالة الأنباء الجزائرية وأكدوها باللي كاين منها. يعني واش هو المبرر اللي يلغيها؟ واش نزي هذا المدير تاع وكالة الأنباء الجزائرية اللي ينشر خبر كيما هذا ومن بعد يعاود يسحبوا؟ منين جابوا وعلاه ما يدينونسيش هذا اللي عطاه له غلط اذا كان غلط؟ وعلاه ما يدينونسيش اللي قالوا صحوا؟ يعني مستويات تعبانه جدا. الظاهر ان هذه العمليه، ان كورونا هذه اصبحت وطنيه اكثر من بعض المسؤولين في الحكم عندنا، لان هذا الاجراء، هذا الامر تاع الكورونا اللي وصل حتى رئاسه الجمهوريه، ممكن يؤدي الى شيء ايجابي وهو تاجيل الانتخابات او تاجيل هذا الاستفتاء، لان المصلحه الوطنيه العليا تقتضي تاجيل هذه الانتخابات، لان انتخابات بهذا الشكل لن تكون وطنيه، ستكون جهويه في مناطق دون مناطق اخرى، وهذا ينفي على الدستور طبع الوطنيه. وهذا من جهه، من جهه ثانيه ان المقاطعه ستكون عاليه جدا، وبالتالي فالدستور لن يكون بالاغلبيه على الاقل 50+1، وهو ما ينفي عنه صفه الدستور الوطني. وثالثا انه ممكن يكون نسبه لا ستكون عالية جدا، وبالتالي يفوتوا دستور بهذا النوع معناها كارثة على الوطن. وأعتقد أن ربي أعطى التبون هذا الفرصة تاع كورونا، وكورونا أعطته فرصة أنه يلغيه. ونتمنى أن المؤسسة العسكرية تكون في مستوى المسؤولية وتلغي انتخابات كما لغات الانتخابات تاع 5 جويلية في العام الماضي، لأن تلك الانتخابات خطورتها لم تكن بنفس خطورة الانتخابات الحالية، لأن الانتخابات الحالية هي تقرير مصير لجهة معينة، لأن منطقة القبائل ستعطي صفر ثاني للحكم، وبالتالي ستؤكد تقرير مصير كارثي ممكن يؤدي إلى مساس بالوحدة الوطنية. والمؤسسة العسكرية تتحمل المسؤولية كاملة في هذه في هذا السياق. المؤسسة العسكرية قائد أركان الجيش بين ثكنة وأخرى يحشد للدستور. طبعا يتحمل المؤسسة العسكرية يتحمل. وأجواء، نقول لك أجواء 1965 راهي تدور في الجزائر الآن، لأن بالفعل النظام تبون والمؤسسة العسكرية الآن راح يهز في الناس، وحوالي 200 واحد في السجن كما كان يدير بن بلة في 65 في جانفي فيفري مارس ماي جوان 65 يحط في الناس في الحبس. والاقتصاد راهو كارثي كما كان في 65 بعد رحيل المعمرين، والشعب متذمر، والعصب حول الرئيس وداخل الحكم راح تتصارع بهذا الشكل، والآثار تاعو واضحة، والفساد
راح مازال ينخر في 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 جسم الدوله، والافاق مسدوده، وبالتالي الاحسن هو هذه الفرصه اللي دارها فيروس كورونا واصبح وطني هذا الفيروس، انه ينقذ البلاد من مثل هذه الكارثه اللي ممكن تبدا تلحق البلاد. يعني وهنا نجم نقولوا باللي الفيروس هذا الان اصبح مثل بعض الاخوان تاع الصبوع الازرق عندما عاودوا الى رشدهم وقالوا احنا غلطنا في حكايه 12 وعاودوا التحقوا بالحراك. ايضا حتى الكورونا يظهر انها خانت النظام والتحقت التحقت بالحراك حتى هي. طيب نتمنى ان البلاد يتم انقاذها من هذا الاستفتاء، لان الاستفتاء هذا يعمق المشكل ولا يحله، وسيكون مشاكله بعد الاستفتاء اكبر من المشاكل التي كانت قبل الاستفتاء. تماما مثل الرئاسيات تاع 12 عمقت المشكله بين الحكم والشعب اكثر مما حلت مشكله الرئاسه. طيب يبقى معنا استاذ سعد ابو عقبه. قبل ان نشرك معنا قاسم سعيد عبر خدمة سكايب، ناخذ رأي الطبي الدكتور محمد الأمين شيبان، طبيب ينضم إلينا عبر الهاتف من أم البواقي من عين مليلة بالذات. دكتور محمد الأمين شيبان، كطبيب، ما قراءتك لما يحدث هذا المسلسل؟ تبون قبل أيام تم الإعلان عن إصابة البعض أو ظهور أعراض كورونا على عاملين في الرئاسة، تبون تقول الرئاسة حينها بأنه تطوعا خضع لحجر صحي، كثير من الشائعات حينها لخمسة أيام عن البروتوكول، سبعة أيام على الأقل أو أسبوعين. الآن هناك تطور آخر، الرئاسة تقول بناء على توصية أطبائه دخل تبون إلى وحدة متخصصة للعلاج في المستشفى العسكري بعين نعجة، وتقول أن حالته مستقرة ولا تستدعي القلق، بل أن تبون يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه. كطبيب طبيا كيف تقرأ هذا؟ السلام عليكم. السلام أستاذ جمال، أحييك وأحيي الضيوف وخاصة الأستاذ المحترم سعد أبو عقبة، يعتبر يعني من عميد الصحفيين، وقليل ما عندنا من امثاله. يعني تمنينا لو كانوا الصحفيين ياخذوا من عند الاستاذ سعد بو عقبه ياخذوا الدرس من الشجاعه يقولها. اذا قبل ان اجيب على السؤال اخي جمال، اسمح لي ان ترحم على الاطباء اللي فقدناهم في هذا الاسبوع، كثير من الاطباء السبيسياليست اللي فقدناهم، وعلى مستوى أم البواقي رانا في ثلاث أطباء اللي فقدناهم، ومؤخرا مدير المستشفى لمدينة عين ميلا أيضا توفى من جراء كوفيد. يعني إذا نترحموا عليه ونترحموا على كل اللي فقدناهم. للأسف يعني رانا في دوزيام فاغ راهي جاية، يعني صراحة يعني هذا موش أنا اللي نقولها، ولكن حتى البروفيسور جنوحات تاع المستشفى تاع رويبا اللي يقول باللي لا دوزيام فاك سورا تري فيرولون، يعني وخاصة اللي رانا في وقت الخريف والمناعة تنقص يعني، وهذا اللي يخلي إذا اللي عندهم الأمراض المزمنة راهو سي ان اسوسياسيون، يعني تجتمع بين الكوفيد مع لا غريب راهي تكون مورتيل. إذا صراحة رانا في وقت صعيب جدا. طيب الكوفيد وصل الآن، الكوفيد وصل إلى الرئاسة، كيف تقرأ اليوم تبون تم نقله؟ تقول الرئاسة، لسنا ندري، لا لم يتم توضيح متى تم نقله إلى مستشفى عين نعجة العسكر. الكوفيد وصل الرئاسة، وإحنا وصل الرئاسة أيضا في عند ترامب في أمريكا يعني. ولكن الفرق بيننا إحنا وبين أمريكا انه الاعلام الحر يعطيك يحترم الشعب تاعه ويقول له يحطه في الصوره. احنا رانا موالفين لا لونغ دو بوا، يعني صراحه ما يقولكش الصحيح يعني، وهذا هو اللي خلى الشعب ديما راهو شاك في اي كل حاجه اللي تجي من الدوله
راهو يشك فيها يعني. وحنا نطلبوا، حنا نطلبوا له ان شاء الله نسيلوا له كل خير يعني، الرئيس كانسان مريض نتمنوا له ان شاء الله الشفاء. طيب يعني انت اشرت الى ترامب، يعني طبعا ترامب كان هناك اعلان من قبل طبعا السلطات الامريكيه البيت الابيض، ترامب سجل حتى فيديو ليظهر وضعه، وقبله كذلك بوريس جونسون، حالات كثيره رئيس البرازيل في حاله تبون، بعد ايام من الاشاعات يتم الاعلان هذا انه نقل الى المستشفى بيان فقط، مع التضارب مع التخبط اصلا عن مصدر البيان بين الرئاسه ورئاسه الحكومه، ولكن لا فيديو يوثق ذلك. قراءتك لهذا؟ انا ما انفجأش من هذا الامر. هذا الجزائر الجديده ننتظروها، الجزائر الحلم يعني، الجزائر الجديده يعني ننتظروها. مازال كل شيء في الخفاء، كل شيء في دون لوباسيتي يعني. واش ننتظروا يعني؟ تنتظر انت من الاعلام يقول لك واش هو صار؟ ما يقولكش. ديما طيب. راه ملاح، رانا مليح، وهو ما فيش عيب يعني، لما تقول الرئيس راهو تقاس يعني ما فيش. ولكن الانسان اللي راهو ان بوفوار ليجيتيم، هذا هو يبقى ديما يتخبى، ما عندوش الشجاعه باش يواجه الشعب تاعو. انا هذا واش نقول يعني. طيب يبقى معنا دكتور محمد الامين شيباني لو سمحت، يبقى معنا قاسم سعيد، ما رايك هذا النبأ اليوم نقل تبون المستشفى العسكري؟ طبعا الكثير من الشائعات هذه الايام، بل هناك من نقل هذا الخبر وقال انه موجود في مستشفى عين نعجه، ولكن الكثير من التضارب والتخبط اليوم ينقل هذا الخبر، ولكن لا صوره ولا فيديو لتبون، يعني مقارنه بنماذج اخرى. دكتور شيبان كان يقول بانه ليس هناك اشكال يعني لو اصيب اي شخص بفيروس كورونا يعني، وربي يشفيه على كل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة للجميع. يبدو أنها هذه هي يعني طريقة النظام الجزائري منذ زمن بعيد، ويبدو كذلك أن السيناريو مرض بوتفليقة يتكرر، وهذا إن دل على شيء طبعا يدل على أن النظام الجزائري ما زال باق بكل أشكاله وبكل طرقه. الحقيقة مرض تبون يثير كذلك هنا الكثير من القلاقل والكثير من الشكوك، الكثير من الإشاعات، وهذا شيء طبيعي عهدناه في أو مع هذا النظام الذي لا يحسن شيء للأسف الشديد. هذا النظام الذي دائما ما يعني ينشر الفوضى ويقوم بنشر القيل والقال بين الشعب الجزائري، خاصة ونحن مقبلين على فترة أو على أيام حاسمة وعلى أيام صعبة للغاية. هناك تخوف كبير وتخوف من الانفلات والأمني، خاصة يوم ماذا سيحدث، يعني يوم الاستفتاء على الدستور، وسط دعوات للتظاهر يوم الخميس والجمعة والسبت، يعني حشد في العاصمة كما هو معروف. هل سيخرج الشعب الجزائري أو الحركيون على الأقل للتنديد بهذا الدستور، أو على الأقل كذلك لمواصلة حراكهم؟ كورونا للأسف الشديد تبقى هي البعبع، وهي الوسيلة الوحيدة بالنسبة للنظام الجزائري لتوقيف الحركيين أو للتخويف على الأقل للناس من الخروج. كورونا أصبح في رأيي مرض طبيعي جدا، ويجب التكيف معه ولا داعي للتخويف. يعني عدة دول تقوم ب يعني تعيش حياتها بنمطية وبشكل طبيعي مع الاحترازات الوقائية. طيب. ولا داعي للتهويل. إذن ما لاحظناه كذلك في هذه الأسابيع القادمة ما يسمى بالحملة الانتخابية، هناك يعني المئات من أو مجموعة من الحشود التي تطبل وتهرول من أجل ما يسمى بالدستور،
لا مراعاة للتباعد، لا مراعاة لقضية الكورونا. سنأتي إلى هذه النقطة في محاورنا قاسم سعيد لو سمحت. انضم إلينا الآن في نقاش سعيد صالحي نائب رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان. سيد سعيد صالحي، تبون نقل إلى المستشفى بعد الكثير من الشائعات، ولكن ما زالت الصورة ليست واضحة عن وضعه الصحي. طبعا الرئاسة تؤكد أن وضعه مستقر وأنه يقوم بعمله حتى من المستشفى كذلك. نعم، مساء الخير. مساء الخير للجميع، مساء الخير لكل مشاهدين قناة أوراس. حقيقة يعني فيما يخص الحالة الصحية لتبون، أنا أقول يعني أوضحت أو يعني كشفت حقيقة التواصل الحكومي بصفة عامة، وهذا يعني بالنسبة لنا يعني ما هوش يعني لأول مرة نعيش يعني هذا الاختلال، هذا التضارب في المعلومة. احنا يعني شفنا في عدة مرات يعني كل معلومات متداولة، خاصة سواء في يعني الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية أو حتى يعني المكلفين بالإعلام والتواصل، يعني ممثل لرئاسة الجمهورية المكلف بالإعلام، يعني شفنا عدة مرات تناقض بين المعلومات المتناولة بين يعني أجهزة الدولة، بين مؤسسات الدولة، وهذا يعني يدل يعني على ضعف الحكومة في إعادة بناء مؤسسات شفافة، مؤسسات يعني مبنية على الحوكمة الراشدة. يعني هذا يدل يعني على كل يعني اختلال يعني الذي يلاحظه المواطن، في كل يعني نقول في كل أوجه، سواء على مستوى التواصل، على مستوى الإعلام، على مستوى يعني الأداء الحكومي، على المستوى حتى يعني الخطاب الرسمي. هذا يعني يعني للأسف يعني يدل على ضعف يعني يعني كل يعني ما أنجز من أو ما يسمى بالجزائر الجديدة. اليوم المواطن يعني كيشوف كل يعني يعني هذا يعني الاختلال، هذا يعني نقول سيناريوهات، يعني المواطن يعني ماهوش مطمئن اساسا، وخاصه ان الان يعني لو كان نقول يعني نشوف يعني انا تبعت التواصل يعني الرسمي فيما يخص الحالة الصحية لتبون، سواء في 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 من 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 الرئاسة الأولى أو رئاسة الجمهورية، يعني هذا يدل أنه حتى الآن يعني الحكومة لم تستطع إقناع الشعب، لم تستطع يعني الاتصال يعني بطمأنينة بإرياحية مع الشعب. هذا يدل يعني كل ضعف يعني كل طيب ضعف. ولكن في اعتقادك أي ما هي تداعيات هذا على الاستفتاء على الدستور؟ نعم هذا يعني صح، يعني تداعيات هي اولا يعني على مقربة ايام للاستفتاء الدستوري، حتى وانه احنا كرابطة حقوقية يعني موقفنا واضح بخصوص الاستفتاء. احنا يعني ارفضنا كل مسار يعني المطلق منذ جويلية، لانه قلنا مسار غير ديمقراطي، مسار غير شفاف، مسار يعني لا ي... لا يعني لا ي... لا يمكن الانتقال الحقيقي للجزائر الجديدة، الجزائر يعني التي يعني يعني طالبها الشعب الجزائري منذ حراك 22 فبراير. لكن هذا يدل على كل يعني عدم استقرار، يعني كل عدم استقرار، يعني كل هذا التخبط، يعني تخبط على كل المستويات. انا نظن يعني هذا يعني يكون يؤدي حتى في نقول يعني ارتباك، يعني يدل في ارتباك حتى داخل اوساط الحكومه، وهذا يعني بالنسبه للحكومه يعني ماهوش يعني اشاره يعني حسنه، حتى في فيما يخص يعني موعد الاستفتاء او نوفمبر. احنا اليوم رانا يعني نتابعوا المعلومات، يعني حتى الان يعني كل معلومات يعني ما شفناش، يعني كما قلت انتم ما شفناش صور، ما شفناش يعني حتى البيان الرسمي اللي شفناه في رئاسه الجمهوريه، يعني ما عطاش اكثر توضيح فيما يخص الحاله الصحيه الحقيقيه. أن شفنا تضارب المعلومة الأولى أنه يعني رئيس الجمهورية يعني
دخل في حجر صحي يعني تلقائي. الان يعني المعلومه تصل انه ادخل المستشفى، والمستشفى يعني العسكري، وشفناه ما شفناش يعني هل كان يعني نقول يعني الحاله الصحيه يعني هل تحسنت لم تحسن. يعني كل هذا يدل يعني على كل يعني التخبط اللي شفناه منذ رئاسيات. طيب. احنا قلنا منذ البدايه انه يعني لا يمكن بناء دوله قويه، لا يمكن بناء دوله ديمقراطيه، لا يمكن بناء دولة شفافة دون شرعية ديمقراطية. طيب لكن هل يغير ذلك شيء بالنسبة لنظام غياب تبون؟ وطبعا هذا الضبابية حول وضعه الصحي الحقيقي بوجود شنقريحة وقائد أركان الجيش الذي ينتقل بين ثكنة وأخرى ويروج للدستور كذلك، وأيضا جراد وجوقة من المنشطين لهذه الحملة للحشد لتعديل الدستور. يعني احنا ما ندهشوش يعني احنا قلناها يعني لم يكن تغيير للنظام، نفس النظام قبل الرئاسيات، نفس الممارسات، نفس السلوكيات، نفس يعني حتى الذهنيات، نفسها يعني تواصل بعد الرئاسيات. حتى يعني المؤسسه العسكريه احنا يعني تمنينا بعد يعني وفاه المرحوم قايد صالح، يعني تمنينا ان المؤسسه العسكريه ترجع الى مهامها الدستوريه، الى مهامها يعني الواضحه. للاسف ما زال حتى الان يعني تداخل بين السلطات، تداخل بين المهام، يعني حتى الان ما زال حتى ضبابيه يعني في تسيير يعني وتدبير الشان العام. وهذا يعني يدل ان حتى الان يعني هذا ما يسمى بالجزائر الجديده يعني ما تقناش الجزائريين، يعني هذا هو يعني بالنسبه لي هذه الحوصله. طيب. يعني نقدر نقولها انه الجزائر يعني الجزائر اللي وعدوها الجزائر الان يعني ما كانش يامنها، ما كانش يسمعها الشعب، راهي لا حفظ الشعب راهي يتبع يعني فوالا. شكرا جزيلا لك سعيد صالحي، نائب رئيس رابطه الدفاع عن حقوق الانسان. استاذ سعد بوعقبه، ما تداعيات الوضع الذي بارز الان مع تبون على الدستور، على الاستفتاء بعد قبل ايام قليله؟ والله الكورونا قد لا تكون عندها خطوره على صحه الرئيس، لان عاده ما تاثرش كثير على صحه الافراد. يعني لا خوف على الرئيس من حكايه الكورونا، ولكن الأضرار التي ستلحقها الكورونا بالاستفتاء واضحة، وقد تؤدي إلى رفع منسوب المقاطعة، خصوصا إذا كان ارتفع عدد المصابين في الأيام الثلاثة المقبلة، المواطنين اللي كانوا معولين يروحوا ممكن ما يروحوش. وبالتالي من الأحسن للمؤسسة العسكرية وللرئيس تبون أنهم يقولوا هذا ما يسمى بالديفورس ماجور، يأجلوا الانتخابات، يعني يأجلوا الاستفتاء، أحسن من اللي ينجزوا. ولكن ألم تظهر يعني هذه الحملة، يعني حتى قبل إعلان خضوع تبون للحجر الصحي من كان يتصدر المشهد كان شنقريحة بين ثكنة وأخرى، يعني ولم يكن هناك حتى إشارة في حشد شنقريحة إلى تبون مثلا، إنما فقط على الدستور، مرة بالتسويقات الداخلية ومرة بالتسويقات الخارجية. يعني كأنه الصورة بدت واضحة، يعني بدون فيترينة الرئاسة أصحاب الحق الإلهي كما تصفهم أنت في حكم البلاد يتصدرون المشهد عبر شنقريحة. لا، هو واضح باللي المؤسسة العسكرية أصبحت هي الحزب السياسي اللي يشكل القاعدة الانتخابية للرئاسة وللاستفتاءات، واضحة الحكاية هذه. دائما أصبحت المؤسسة العسكرية هي القاعدة الاجتماعية الانتخابية للرئاسة وللاستفتاء، ما فيهاش نقاش. لكن المؤكد أيضا أن هذه العملية قد ترفع منسوب المقاطعة لدى الفئات المحيطة بالمؤسسة العسكرية، واللي كان يستهدفها شنقريحة من خلال الحديث في داخل المؤسسات على أن المؤسسة العسكرية تدعم
تدعم الاستفتاء، وبالتالي الناس اللي كانوا متربين يعني اللي خبزيست المحيطين بال من لافلان ولا راندي وكذا المحيطين بال 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 بالمؤسسه العسكريه يقتنعوا باللي حتمت امرها المؤسسه العسكريه لصالح الدستور ويروحوا، ولكن الكورونا قد تمنحهم من الذهاب. ولكن هل هذاك سيثني النظام الذي ربما محضر اصلا نسبه المشاركه من الان ولا يهمه؟ يعني طبعاً. قد يصنع كرنفال صور عبر التلفزيون الرسمي والأذرة الإعلامية الخاصة بأن هناك طوابير ويقدم نفس الصورة. طبعا ممكن جدا يدير العملية هذه، ولكن منطقة القبائل ستعطي النظام صفر ثاني كما أعطتهم صفر في الرئاسيات، تعطيهم صفر ثاني، وهنا الصفة الوطنية للدستور تتلغى. طيب. عمليا تتلغى، لان الانتخاب الاستفتاء ما يمكنش انجازه بمن حضر، لازم يتنجز عبر التراب الوطني اولا، ويتنجز باغلبيه على الاقل اغلبيه بسيطه نص طيب. بين واحد على الاقل لكي يكون استفتاء، اما اذا كان قاطعوه اكثر من 50% ف الكارثه تكون كبيره، والمؤسسه العسكريه ما كانش في حاجه الى انها تنجز مثل هذا العمل في هذا الظرف، بهذا عليها دير البهذله روحها في هذه الظروف، وعليها ان تصحح علاقاتها بالشعب، الشعب في الشارع يقول ما نسحقش الانتخابات هذه ماهيش اولويه، والمؤسسه العسكريه تقول اولويه، واش المؤسسه هذه تفهم خير من الشعب؟ يعني تتبع عكس التيار تاع الشعب، كان المفروض يفهموا الاخوان في المؤسسه باللي هذه الجزائر ما يستحموا حدا، هذه ايضا تاع الشعب ومن حق الشباب اللي راه في الشارع انه يكون له راي ويسمحوه. طيب يبقى معنا الاستاذ سعد بوعقبه. دكتور محمد الامين شيبان كطبيب، يعني سعد بوعقبه كان يقول انه ربما كورونا وقد يتعافى تبون اذا تاكد فعلا اصابته بهذا، فيما تقول طبعا الرئاسة وضعه مستقر، ولكن سنه 74 سنة، الرجل مدخن كذلك، يعني قراءة طبية في هذا، يعني هناك مخاطر على مثل هذه الحالة، مع أنه حالة مثلا ترامب أظهرت أنه يمكن التعافي من فيروس كورونا. أكيد أستاذ جمال، أكيد الرئيس 70 سنة وما فوق احتمال يتكيف الدخان، دونك صدره راهو ما يلويش امراض، ممكن عنده السكر، ممكن عنده لاتونسيون، هذا يزيد عليه، وهذا الشيء يخلي انه ما دخل المستشفى. انا اظن كطبيب يعني راهو حالته ماهيش يعني نطلبوا له الشفاء وخلاص، يعني صراحه الحاله تاعو ما نظنش، ما اذا ما دخل المستشفى وعلنوا عليها في الرئاسة أنه سي با كيك شوز دو سامبل. هذا واش نقدر نقولوا، احنا نتمنوا له كل الشفاء، ولكن راهي طبيا الإنسان اللي عنده أمراض مزمنة راه ما عندوش المناعة الكافية لهالفيروس هذا القاتل هذا. وحنا إمكانيات نحب نتكلم لك شويه على مستوى راهو حتىش ما تغير استاذ جمال. طيب نوستوم توجور ستاتيكو، يعني المستشفيات راهي ناقصه في الاكسجين، ناقصه في كذا، مؤخرا طيب. عندنا طبيب بسيكياتر في وهران راهو دار نداء في الصفحه تاعو، ان بسيكياتر ليبرال في وهران بلا ما نذكروا اسمه، راهو يقول ايدي موا، خرجوه من المستشفى وقالوا له روح عالج في دارك، ولازم يلقى الاكسجين، ما عندوش الاكسجين. طيب وهذا ما سنناقشه في هذا المحور الثاني. يبقى معنا دكتور محمد الامين شيبان، طبعا فيما الكثير من المخاوف فعلا مثل ما يقول الدكتور محمد الامين شيبان، ومظاهر بدايه معاناه حتى مستشفيات في البلاد من ما يبدو موجه ثانيه لفيروس كورونا، تغامر السلطه وتتهم بانها تدفع دفعا في اتجاه تمرير هذا الدستور برغم هذه المخاطر، مخاطر فيروس كورونا.
l'Institut Pasteur a conduit une étude qui va sera publiée bientôt. Nous avons identifié 7 clusters principaux de circulation en Algérie. Lesquels, les clusters, les 7? Il y a eu beaucoup de clusters. Il y a eu un cluster qui était énorme au niveau de l'Est algérien. Il y a eu des clusters qui étaient dans le Sud algérien. Et nous sommes en train de les suivre pour l'analyse du côté aussi virologique. قاسم سعيد، كنت تشير إلى هذا الموضوع، موضوع الحملات والتجمعات، الأفلان والأرندي، القاعات مملوءة، غياب التباعد الاجتماعي، ولم يبدو أن كورونا لا يصرح ويمرح فيما المستشفيات والتحذيرات. حتى مدير معهد باستور يتحدث عن 7 بؤر تفشي مثلا، والكثير من المناطق في جيجل مثلا حالة مزرية يقول المواطنون، و أيضا في الكثير من المناطق يعني. نعم الأخ جمال، الشيء المؤسف أن النظام الحالي يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر، ولكن بالمقابل تجمعات الأفلان والأراندي تعقد كل يوم، هناك حشود هائلة إضافة إلى ما يسمى بالمجتمع المدني وجمعياته المختلفة التي تحشد في القاعات الضيقة عبر المئات من الحاضرين. هؤلاء مسموح لهم، لهم الضوء الأخضر للأسف الشديد في عقد تجمعاتهم، ولكن الصلاة الآن ممنوعة، يعني المساجد ممنوعة، رغم من الإمكان أن تؤخذ جميع وسائل الوقاية. النظام الجزائري الآن يقوم بأن الشعب هو الذي تهاون وهو الذي لا يقوم ب يعني أشياء للوقاية، ولكنه يتناسى نفسه للأسف الشديد. أنا أعتقد أن هذا النظام يأخذ البلد إلى التهلكة وإلى المزيد من التعفن. نحن الجزائر في طريق مسدود، في يعني في طريق يؤدي إلى حائط، تبقى الشعب الجزائري أو يبقى الحل هو في يد الشعب الجزائري. بالنسبة لقضية، فقط ملاحظة لقضية الدستور، أنا أعتقد أن قضية الدستور قد قضي الأمر من طرف المؤسسة العسكرية على الأقل، طبعا بدعم خارجي، وهذا معروف، من أجل إرسال الجيش الجزائري إلى دول إفريقيا باسم ما يسمى مكافحة الإرهاب، وقد أعطيت الكلمة إن صح القول للمجتمع الغربي لكي يعني لكي يرسل الجيش. إذن قضية، أنا أعود لسؤالك، قضية الكورونا هو عبارة عن بعبع يستخدمه النظام منذ بداية، لكن هناك مخاوف فعلية، يعني النظام استعمل بعبع فعلا لوقف الحراك، ولكن هناك فعلا مشكلة، كورونا مشكلة عالمية، هناك موجة ثانية، يعني لا يمكن التقليل من مخاطر ذلك، يعني بالعكس هو الآن الاتهام أنه من يدفع إلى هذه الحشود وإلى هذا الاستفتاء هو الذي يزيد الأمور تعقيدا. يعني أكيد، ولكن إذا رجعنا إلى الإحصائيات، الجزائر أقل تضررا من بين
كل دول العالم هي الأقل وفيات والأقل إصابات، إذا لا داعي لأنه ربما لأنه ليس هناك عمليات كشف مثل الكثير من البلدان. يعني والصورة محمد الأمين شيبان الدكتور في الميدان يقول 4 أطباء على الأقل هذا الأسبوع توفوا، يعني حالات استغاثة في جيجل مثلا وفي مناطق أخرى. يعني الحكومة نفسها تصدر بيانا وتقول بأن الحالة الوبائية ربما بدأت تخرج حتى خارج السيطرة. أكيد ليس هناك إمكانيات، ولكن ليس هناك إصابات، ليس هناك مقارنة مع على الأقل مع دول الجوار التي تحصد آلاف الأرواح الكورونا. يعني هناك صحيح هناك ارتفاع نسبي للكورونا، وهذا شيء طبيعي لأن النظام كان يختنق، لأن النظام الجزائري أصبح يحس بالخطر جراء الغلق في على والغلق يعني التام شبه التام للشعب الجزائري الذي أصبح لا يتنفس، فكان ضروري أن يفتح لكي يعيد ربما بعض الحياة ويسكت يعني بعض الأفواه المنتقدة. طيب ابقى معنا قاسم سعيد لو سمحت. عبد العزيز غرمور رئيس حركة الوطنيين الأحرار ينضم إلينا. عبد العزيز غرمور، كيف يبدو لك المشهد مع ما يبدو عودة تفشي كورونا والكورونا التي تصل الرئاسة وتبون ينقل إلى مستشفى عيناج العسكري؟ السلام عليكم. السلام. أنا أقيم الوضع بشكل عام على أنه وضع خطير، ويعني ما رأيناه خلال الأيام القليلة الماضية فيه تفشي كبير لهذا الوباء، والإجراءات المتخذة حتى الآن بالنسبة لي غير كافية. الوباء يعني وصل إلى ذروة لم يصلها في البداية، وبالتالي أعتقد أنه حان الأوان ليتم اتخاذ إجراءات عاجلة فورية، يعني بين اليوم وغدا. الأرقام الرسمية المقدمة حتى الآن أرقام لا تبدو مطابقة للواقع. أنا رأيت أمس واليوم واقع تماما مغاير، وبالتالي أعتقد أنه يعني ظرف استثنائي جدا جدا جدا. هذا هو رأيي. ماذا عن نقل تبون؟ طبعا كإعلامي وذلك التخبط كإعلامي سابقا، ذلك التخبط في المعلومة أصلا يعني شكلا ومضمونا. يعني وكالة الأنباء الجزائرية بداية قالت رئاسة الحكومة ثم غيرت سحبة الخبر ونسبته لرئاسة الجمهورية، ولكن ما زال الكثير من الشك يعني بعد أيام من الشائعات حول الوضع الصحي الحقيقي لتبون. أعتقد أن هذا التخبط أصبح الآن عادي يعني في الحكومة الجزائرية، وهذا ليس الأول وطبعا ليس الآخر. يبدو أن يعني هؤلاء المسؤولين لا زالوا لم يستقروا، ليس منصبا ولكن يعني عقلا وقلبا ومسؤولية في المناصب تاعهم، وبالتالي يبدو هذا التخبط جزء من الفوضى الكبيرة السائدة الآن في البلد. أنا ما يهمني هو الوضع الصحي للرئيس. الوضع الصحي للرئيس بالنسبة لي وضع مقلق جدا، بما أنهم الآن نقلوه إلى المستشفى بعد 5 أيام من الحجر والتباعد في رئاسة الجمهورية، يعني أن وضعه الصحي تفاقم، وهذا ما يقلقني جدا خاصة مع سنه ومع وضعه الصحي. هذا مقلق. أنا كل ما أتمناه يعني أن يكون خير وأن يشفيه الله وأن يتعافى ويعود للمسؤولية تاعه، ولكن مهما يكون من طمأنينة ومن أمل، يعني الوضع نتاعو خطير وأتمنى له شفاء. طيب. عاجلا وعودة للمنصب. يبقى معنا عبد العزيز غرمول. إذن في المقابل
في مقابل هذه المخاوف من فيروس كورونا. مهرجانات الأفلان والأيرندي والمطبلين للدستور يقول المنتقدون تستمر، وفي المقابل الوزير الأول يصدر بيانا جراد بدا للمنتقدين أنه كأنه يحمل المسؤولية للمواطنين، ولا حديث في المقابل عن هذا الانفلات الكرنفالي للحشد لتعديل الدستور. دكتور محمد الأمين شيبان كطبيب، يعني أنت تشير إلى خطورة الوضع، في المقابل تشاهد كرنفالات الأفلان والأرندي وأيضا كل الذين يطبلون لتعديل الدستور، فيما جراد يصدر بيانا يتحدث عن ضرورة التقيد بتدابير الوقاية، وبدا كأنه يحمل المواطن المسؤولية. والله تناقض، يعني لما نشوفوا هذا المهرجان كما تفضلت أستاذ جمال، هذا اللقاءات هذوما احنا عندنا في الجانب الطبي نقولوا كيما لو غاز ان كولور اين اودور، ما عنده حتى طعمه. يعني هذا الاستفتاء هذا اللي حيديروه الدستور لا في وقته ولا في، يعني لا عندنا لا لا المعتقلين الرأي في الماء في السجون اللي راهم يشرعوا فيهم لكذا، يعني صراحة يعني ربي يعطي لهم العقل ويرجعوا للعقل تاعهم ويعجلوا كما تفضلوا ضيوف. يعني الدستور هذا ماهوش في محله وماهوش في وقته، يعني صراحة يعني الشعب راهو غضبان، الشعب ماهوش قلبه أصلا في هذا باش يروح يوم أول نوفمبر يروح يفوتي، يعني صراحة. ولكن للأسف يعني نشوفوا الأحزاب، يعني وخاصة أنا نتكلم عن الأحزاب الإسلامية، يعني التناقض، يعني يقول لك نروح صوت بلا، يعني كيف صوت بلا؟ تعرف باللي الصندوق أخيكم على بالكم انتخابات القبل المزورة، يعني كيف تقولوا روحوا صوت بلا؟ الصندوق راهو ماهوش مؤمن خلاص، راهم يديروا كيما يحبوا. وخلينا من هذوك اللي قالت روح صوتوا بنعم، هذوك مساكن للاسف، هذوك طلبوا لهم الهدايه ايضا. فلان راندي وما اتباع، يعني والمجتمع المدني هذا اللي تكلموا عليه، والله العظيم صراحه يعني عندنا تجربه في السياسه ونعرفوا مجتمع راهو ماهوش منتخب، راهم هزوا نفس الاشخاص
ناس اللي عندهم الولاء، ناس تعويوي هما اللي راهم يجمعوهم للجزائر ويرفدوا يديكم ويقولوا نعم ويجوا يتباهوا هنا في صف اذاعه ويقولوا هما موجودين. والله ما يمثلوا الا انفسهم، والله العظيم استاذ جمال هادو راهم اللي راهم بزعما يمثلوا يقولوا انا نمثل المجتمع الدنيا، راهم يمثلوا انفسهم فقط. اذا صراحه رانا احنا رانا في الفيروس هذا راهو الان راهو الي طونس لا كونتاميناسيون لي طونس، والامكانيات راهي محدوده جدا. انا كنت نتكلم مع صديقي في ولايه ام البواقي قال لنا ما عندناش مخبر يعني لابوغاتوار داناليز ونحشموا نقولوا المرضى باش يروحوا اون بريفي سا كوت تري شير بور فير لو بيلون يعني. للاسف يعني هما الان يتكلموا على الدستور، نتمنى ونطلبوا ربي يرجعوا الهدايه يهديهم ربي ويعجلوا هذا الدستور هذا اللي ما عندوش طعمه اصلا يعني. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الامين شيبان طبيب، كنت معنا عبر الهاتف. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود لمتابعه النقاش. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة من هذه التغطية الخاصة، نقرأ فيها المشهد الجزائري مع هذا الحشد للتعديل الدستوري وسط ما يبدو موجة ثانية من فيروس كورونا التي وصلت إلى الرئاسة الجزائرية التي تقول بأنه تم نقل الرئيس تبون إلى مستشفى عين نعجة العسكري. أستاذ سعد بوعقبة، ما رأيك في خطاب جراد الذي أثار أو ما صرح به جراد بالأحرى الذي أثار الكثير من التعليقات عن التناقض الواضح بين خطاب يدعو إلى الحذر واليقظة فيما كورونا تسرح وتمرح في كرنفالات الدستور؟ والله ما يتحدث عنه رئيس الحكومة أو الوزير الأول من أن الناس ما تحترمش يعني الاجراءات تاع الحمايه من كورونا، الامر ما يتعلقش بالشعب فقط او يتعلق بمؤسسات الدوله، معناها رئيس الجمهوريه ورئاسه الجمهوريه والمحيطين برئيس الجمهوريه والوزراء اللي وصلوا له معناها الاجراءات تاعو ماهيش ما احترمش الاجراءات الحقيقيه. اذا كان رئاسه الجمهوريه ما تحترمش الاجراءات تاع الحمايه مع ما فيها من خطوره على الرجل الاول بالبلاد، فكيفاش يطلب من بقيه الشعب ولا من بقيه المواطنين انهم يحترموا يعني في هذه الشعب على دين ملوكهم او على دين حكامهم، يعني على فرض انها الحكايه فعلا يتحمل مسؤوليتها الشعب. لكن انا ربما نكون متطرف ونقول بلي المره هذه ربما الشباب سيخرجون في اول نوفمبر والشوارع ضد العهد ضد الانتخابات، وربما يرفعوا شعار هذه المره يرفعوا شعار الحراك والكورونا خوا خوا. يعني فعلا الامور الان تمايزت واصبحت حتى الكورونا في صف الحراك. طيب يبقى معنا الاستاذ سعد بوعقبه. اذا فيما يتم التحذير من هذه مخاطر فيروس كورونا، تحشد السلطه نحو هذا الاستفتاء بمخاطر تفشيه في هذه التجمعات ومخاطر كذلك اكبر خلال يوم الاستفتاء بتوفر عوامل تفشي ذلك في أقسام ستكون مغلقة وأيضا مخاطر العدوى أكبر كذلك.
عبد العزيز غرمول، يعني ألا تزيد المخاطر أكثر يوم الاستفتاء كذلك، وأنه ربما ستتحول مراكز الانتخاب إلى بؤر لتفشي؟ هناك من الأطباء أنه يقول أنه ربما آثار تلك التجمعات الأفلانية والإيرلندية وكل الذين يحشدون ويطبلون لتعديل الدستور ربما آثارها ستظهر على الأقل في الأيام المقبلة خلال الأسبوعين المقبلين، يعني وربما سيكون الضغط أكبر على قطاع الصحة الذي يعاني أصلا وبدأت آثار ذلك مع موجة ثانية كما يبدو. الآثار ظهرت، والتجمعات اللي حدثت منذ أيام يعني ظهرت الآثار نتاعها الآن. اليوم مثلا الوزير الأول غفر الله له يعني دار جولة في الجزائر العاصمة والتقى مع تجمعات شبانية وطلابية. عبد العزيز غرمول، يبدو أن هناك إشكال مع صوت، سيحاول الزملاء العودة إلى عبد العزيز غرمول. قاسم سعيد، ما رأيك؟ يعني المخاطر ستكون أكبر كذلك يوم الانتخاب في قاعات مغلقة، أكيد مدارس، والقادم أسوأ. أكيد الأخ جمال، طبعا سيكون الوباء، سنعتقد أنه إذا واصل النظام بهذه الطريقة سترتفع عدد الإصابات، وهذا شيء طبيعي جدا خاصة يوم الاستفتاء، حتى هذا إن كان إقبال على الأقل من طرف المواطنين. إذن أمام ضعف الإمكانيات، يعني النظام لا يملك شيئا، لا يقدم شيئا لشعبه، يعني هذا البلد يعني يمشي هكذا، يعني بالحظ إن صح القول. وبالتالي لو ارتفع الوباء وتمكن الوباء من يعني من هذا الوطن الذي لم يتمكن بعد الوباء، يعني من يعني الوباء يعني لم يصب يعني كما قلت يعني عدد كبير من المواطنين. الجزائر هي الدولة التي فيها أقل عدد، يعني لو تمكن الوباء لا قدر الله ستكون نتائج وخيمة أخي جمال، في ظل الضعف المنظومة الصحية كما هو معروف التي تعاني منها الجزائر، والتي هي نتيجة سنوات عديدة من الرداءة، وهذه الرداءة التي تتواصل ب يعني بسرعة كبيرة أكثر من عهد بوتفليقة وأكثر من أي وقت مضى. هذه الرداءة يلاحظها جميع الناس، حتى الذين انتخبوا على تبون، الذين كانوا مع النظام، الذين كانوا يظنون أن هذا النظام سيغير من نفسه، ولكن للأسف الشديد تفطن الكثير من الناس كما قلت بأن هذا النظام يكذب على نفسه قبل أن يكذب على الناس. ولكن هذا النظام يقول، كان تبون يقول الوضع تحت السيطرة وسنخصص إمكانيات أكبر للقطاع الصحي، وكذلك نفس خطاب جراد. ولكن هذا ما لا نراه في الواقع. الواقع يعني أكثر تعفنا الآن، والدليل على ذلك يعني بداية ارتفاع فقط طفيفة لأعداد كورونا. المستشفيات الآن تكاد تغرق، المستشفيات الآن ليس لديها أسرة، الأسرة كلها مملوءة، ليس لدينا إمكانيات. هذا ارتفاع طفيف فقط، يعني هناك حسب ما يصرحونه هم يعني 287 اليوم فقط، ويعني هذا ليس بالعدد الكبير، يعني المغرب هناك بالآلاف والدول المجاورة كذلك. يعني لو ارتفع على قدر الله العدد بالآلاف ستكون كارثة أمام هذا الضعف، و يعني يكتشف من جديد أن هذا النظام يراوغ، أن هذا النظام يصرح بمعلومات غير صحيحة، يصرح بمعلومات ستسقطه عاجلا أم آجلا. طيب يعني معنا قاسم سعيد لو سمحت. عبد الكريم مسيس الناشط النقابي ينضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر. عبد الكريم مسيس، يعني هل هناك جزائران، جزائر نشرة الثامنة و الحشد نحو الدستور وكرنفالات الأفلان والأرندي، وجزائر حقيقية، جزائر معاناة مع تداعيات فيروس كورونا، الكثير من العمال تضرروا مع الوضع الاقتصادي المتدهور والمخاطر الصحية كذلك مع ما يبدو عودة تفشي كبير لفيروس كورونا؟
الو. نعم نعم سيد عبد الكريم، اسمعني من التليفون رجاء. يعني ليس معك استاذ. تفضل. اليوم الشعب الجزائري يعيش لحظات استثنائيه. كاننا صح السؤال تاعك، كاننا صحيح رانا نعيش جزائر واحد جزائر اثنين. خرجنا من الواقع. خرجنا من الواقع. الاستفتاء على الدستور في الوضع الراهن ماهوش في محله. من جهه نقولوا كاين مرض، كاين وباء، كاين جائحه. ومن جهه اخرى نظموا استفتاء في الظروف كما هذه، نظن الاستفتاء هذا ماهوش في محله. الو. نعم نسمعك سي عبد الكريم. يعني واش رايك واش رايك في الواقع؟ كيفاش يعيشوا الجزائريين وهما يشوفوا نشرة الثامنة ويشوفوا هذا الكرنفال القائم على الدستور، بينما هم يخشون على وضع الاقتصادي ووضع الصحي؟ صحيح كرنفال لما تشوف نفس الاحزاب، نفس المنظمات اللي كانت تزمر وتطبل في العهدات السابقه، في العشرينيه السابقه، نفسها اليوم راهي تدعو للتصويت نعم. مثلا نعطيك مثال، انا نقابي بامتياز، نقول لك نقابه الاتحاد العام للعمال الجزائريين كما الاحزاب السياسيه المنظمات، نقابه عفوا منظمه وش يسموها تاع منظمه الفلاحين الجزائريين، البارح يقول لك صوتوا العهده الخامسه والرابعه والثالثه والعشرين، نفس المنظمات اللي تقول صوت للدستور نعم. مانيش نقول لك انا صوت للدستور نعم او لا، الدستور صوت للدستور ماشي الاحزاب والمنظمات اللي تقول لك روح صوت ولا ما تصوتش. الاستفتاء يعني الجزائري كفرد مش كجماعه، راك مقتنع انك تصوت ولا ما تصوتش. النظام هذا نظام غير شرعي، نقولها ونزيد نعاودها، نظام غير شرعي. البارح المجلس الدستوري يقول لك نتائج التصويت 38%، هذا نقول لك الارقام الرسميه. اليوم تنوض احزاب مواليه للنظام، نقول لك احزاب ومنظمات معروفه الى 99%، انما اقول 100% منبطحه، استفادت من الريع العهده البوتفليقيه السابقه. تقول لك نعم للعهده الخامسه، نعم للعهده الرابعه، ومن بعد تقول لك صوت للدستور نعم. الا تقول انت تصوت للدستور نعم؟ الدستور كي نروح نصوت انا كيما اللي يروح يموت، راح تدفن في شبر وحدك. طيب ماذا عن نقابات قطاع الصحه التي تشتكي من الوضع المزري الذي تعيشه، بينما ربما تبدو كل الامكانيات متوفره للحشد لهذا تعديل الدستور؟ بالمناسبه نحيي ونثمن جهودات الطاقم الصحي. البارح كما اليوم الاطباء والاساتذه والجراحين كانوا دائما متواجدين، هذو ما اللي كاين هنا في الجزائر. ما نحكيش على الناس المساكن، هذوك الاطباء والمثقفين غادروا الجزائريين مرغمين وليس مرغمين، خرجوا من الجزائر لانهم مقهورين. كيفاش بلاد عندها ان بوتونسيال انتيليكتوالي سيونتيفيك، قراتهم الدولة الجزائرية، غادروا الدولة الجزائرية، اليوم الأقل الذي قعدوا في الجزائر راهم يعانيوا، راهم يوميا رانا نشوفوا وفيات، راهم نشوفوا أطباء وأساتذة دي بروفيسور راهم ساكن يعانيوا من الكوفيد هذا، منهم العائلة تاعي. شكرا جزيلا لك، ربي يشفيهم ويشفي
كل مرضانا. عبد الكريم السيسي الناشط النقابي، شكرا جزيلا لك. استاذ سعد بو عقبه، في الاخير يعني مع كل هذه المعطيات، هل هناك جزائر حقيقيه موجوده على الارض؟ المخاوف من كورونا والوضع الاقتصادي المتدهور، ومن هم اصحاب القرار، اصحاب الحق الالهي كما تصفهم؟ ربما يسوقون لانفسهم، يكذبون على انفسهم، ويحاولون الايحاء بان هناك جزائر اخرى في نشرة الثامنة، وهذا الحشد من أجل الدستور وتوفير كل الإمكانيات لذلك ولكل المطبلين لذلك. هو مازالوا يعتقدوا باللي ينجموا ينجوا في الانتخابات بالتلفزيون كما كانوا يديروها من قبل، ولا ينجزوها ببقايا لفلان ولا بقايا لراندي، ولا مازالوا ما فهموش باللي الأمور على الأرض تغيرت، وأن هناك شعب آخر تماما، ونسبة المشاركة ستكون مذهلة بالنسبة للنظام، لن تتعدى في أحسن الحالات 15%، يعني هذا إذا وقد تلعب المقاطعة دورا وطنيا رائدا في إنقاذ البلاد من 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 من, من التقسيم، إذا تم وضع ترتيبات لتمرير الدستور بالتزوير الفاضح. وقد تلعب أيضا الكورونا دورا إيجابيا في رفع منسوب هذه المقاطعة، لأن في النهاية هذا الفيروس سيقوم بعمل وطني جليل لمنع الناس من الذهاب للصناديق، وبالتالي يساهم في انقاذ البلاد مما هي مقبله عليه. شكرا جزيلا لك استاذ سعد بو عقبه الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. عبد العزيز غرمول، في الاخير ماذا يمكن ان تقول امام هذا المشهد، هذا المشهد الفيروسي كورونا، ام ان هناك فيروس اخطر، فيروس الاستبداد ومحاوله فرض ذلك على الجزائريين برغم انه الواقع يقول شيء اخر؟ يعني عبد العزيز غرمول، يبدو أننا فقدنا مرة أخرى عبد العزيز غرمول للأسف. نشكره جزيل الشكر، رئيس حركة الوطنيين الأحرار. قاسم سعيد، في الأخير الوقت يضغط علينا، يعني أمام هذا الوضع، هل هناك نوع من محاولة فرض الأمر الواقع وبنوع من العناد برغم مخاطر ذلك الصحية على الجزائر و على المدى البعيد حتى على وضع البلاد بفرض أجندة على الجزائريين تطيل عمر نظام واضح أنه مريض، هو المرض أساسا، ويرى كثيرون أنه أخطر حتى من فيروس كورونا؟ أريد أن أنوه لملاحظة قصيرة فقط للذين يدعون للتصويت بلا، يقولون اذهبوا الى مراكز الاقتراع وصوتوا بلا. الفرق بين انتخابات الدستور وانتخابات الرئاسيه، انتخابات الرئاسيه يمكن للكتله الناخبه تكون 1%، تكون انتخابات صحيحه، ولكن بالنسبه لانتخابات الدستور يجب ان تكون الكتله الناخبه اكثر من 50%. لهذا الجماعه الذي يدعون الى الذهاب الى الصناديق والاقتراع بلا يريدون جعل هناك أو يمررون الدستور وجعل له مصداقية، يعني فوق 50% يصبح الدستور أو تصبح هذه الانتخابات صحيحة. بالنسبة لقضية عناد النظام، نظام هذا أكيد هو ذاهب في غيه للأسف، وله ضغوطات أجنبية من أجل، لأن المقصد الوحيد من هذا الدستور هو خروج الجيش، هذا بصراحة يعني نقولها، المقصد والهدف الأوحد هو خروج الجيش وبيع الجيش وجعل الجيش خماس في يد الفرنسيين والأمريكيين مقابل بقائهم في السلطة، هذا شيء واضح. لهذا يجب أن يمرروه بطريقة أو بأخرى، يجب أن يمر هذا الدستور سواء بالتزوير أو بغير التزوير، لأنه فشلهم بعدم تمرير هذا الدستور سيكون وضعهم يعني غير
غير جيد بالنسبة للقوى الخارجية، سيكون وضعهم ربما مقلق بالنسبة للأمريكان والفرنسيين الذين يعولون، خاصة الفرنسيين الذين يعولون كثيرا على خروج الجيش، الفرنسيون الذين تكبدوا خسائر فادحة ولا يريدون لأولادهم أن يتكبدوا يعني خسائر أخرى، ويبقى الجيش الجزائري هو الذي للأسف سيتكبد الخسائر. هذا الجيش سليل، جيش التحرير الوطني الذي من المفروض يدافع عن الحدود الوطنية، الآن سنشاهده للأسف في ليبيا، وليبيا فيما بعد ستأتي ليبيا على فكرة، يعني في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وإلا ما هنالك. نعم أخ جمال، شكرا لك، الوقت أدركنا. قاسم سعيد الناشط في الحراك كنت معنا عبر خدمة سكايب من وهران. عبد العزيز غرمول، ربما آخر محاولة معك في الأخير أمام هذا الوضع، يعني أليس التعقل هو المفروض الذي يكون الغالب مع هذه الأوضاع الصحية وأيضا الأوضاع الاقتصادية، وهذا الاحتقان السياسي فرض الأمر الواقع سيطيل عمر الأزمة؟ عبد العزيز والله ما نعرف ما معنى التعقل بالنسبة للأطراف، يعني احنا وأنت نعرف ما معنى التعقل، ولكن بالنسبة لنظام الحكم التعقل عنده معنى آخر. أنا أعتقد يعني أنا أعتقد أن فيه وضع استثنائي، يعني لا بد لنا أن نأخذ هذا الوضع بعين الاعتبار. إن النظام في مساره يعتقد أن يعتبر أن تعقلنا هو معارضة له، مناهضة لسياسته، وربما حتى عنية له، وهذا غير صحيح. نحن نريد راحة هذا الشعب، ونريد مسار طبيعي لهذه الأمة. هو لا يعني لا يأخذ عنا بعين الاعتبار، وهذا هو مشكل نظام يعني، وليس هذه النظرة ليست جديدة. النظام الجزائري ماض في سكته مثل قطار قديم لا يتلفت ليمينه ويمضي في سكته حتى يصطدم بالجيش، وحينها تعرف يعني تحدث ثورة، تحدث حراك، تحدث إضرابات، وهذه هي يعني الجزائر. هذه شكرا جزيلا لك عبد العزيز غرمون، رئيس حركة الوطنيين الأحرار. إلى هنا نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الفقرة من هذه التغطية الخاصة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.